عشان يحتاجوا سوق العمل عشان يبقى في النهاية عندك منتج كويس. حاجتين بس عشان نقفل التعليم هنا. انك انت بتعدي لما نقفل التعليم هنبقى بنقفل الحلقة كده. ان هو يبقى كمان خالق للفرصة وليس طالبا لها. ريادة الأعمال انتربرينورشيب ان ما يطلع يعني انا لما شفت حاملي الدكتوراه عاملين مظاهره أيوه. عشان الدوله تعينهم جالي هارت اتاك. ايه ده يا عم معاك دكتوراه وبيدور على انه يدور تعين وظيفه حكومه الفكره ان ده خالق للفرصه المتعلم الجيد خالق للفرصه. اتنين ايوه في وعي برؤيه 2030 في التعليم والدكتور طارق والدكتور خالد بيتكلموا نفس اللغه اللي انا بتكلم بيها دلوقتي. ايوه لكن هو لسه ما حصلش تطبيق. الكلام ده بقى له التعليم شهور. حصل تطبيق. فين التطبيق لسه؟ لا التعليم لسه التعليم انا بتكلم على التعليم. ايوه احنا لسه ما حصلش التطبيق ده لكن ده لسه بيبتدي حركه التنفيذ. تمام فانا لازم اقيس. انا بقى انا كمجتمع مدني وحضرتك كاعلام خدي المؤشرات وقولي انا جاي حاسبكم كلكم. هو فين المجتمع المدني؟ ما انا مجتمع مدني وانا ايه؟ عارفه انه حضرتك مجتمع مدني بس انا وامثالي حضرتك مش كل المجتمع المدني. بتكلم اين المجتمع المدني ودوره في مصر؟ لا عنده دور رهيب. ال 15 جمعيه اهليه اللي قابلوا الرئيس من 4-5 اشهر صارفين السنه اللي فاتت 16 مليار جنيه تنميه. صارفين 16 مليار جنيه تنميه على البلد. ايوه صارفينها على البلد. احنا بس مش شايفين افضل ما فينا. احنا دايما بنشوف اسوأ ما فينا. الله المجتمع المدني المصري بيعمل شغل محترم هايل. في ناس ما بتعملش وفي ناس مأجورة لكن في ناس بتعمل. تعالوا ننظر الى اللي بيعمل ونكبره. صحيح الامام علي بن ابي طالب بيقول حكمه بحبها قوي يرتفع الناس لمستوى ظن الاخرين بهم. ايوه فتعالوا ننظر الى الجوانب الحلوه الايجابيه. صحيح انا قلت لحضرتك شفت الاطفال في المدارس كلهم ديجيتال كلهم يقدروا يخشوا تقويم الكتروني. المجتمع المدني انا معايا 26 جمعيه مثلا بيشتغلوا في التعليم. بنعمل مبادره في بني سويف اسمها يلا نكمل بعض وهنعمل زيها في المنيا وهنعمل زيها في القليوبيه. لكن ده نقطه في بحر اذا ما كانش في رؤيه حد شايفها من فوق يربط الشعاع ده بالشعاع ده بالشعاع ده عشان يعمل اثر. هرجع تاني للمساله ما بعدتش عن بعض. بنعمل ده وبنظبط التعليم علشان لما يطلع الطالب لسوق العمل لازم يبقى فيه استثمار هو عاوزه. هل الرؤية واضحة واعية في مسألة الاستثمار؟ تسمح لي أطلع فاصل؟ كويس كويس تنقذيني. كويس قبل ما أطلع فاصل عايز أقول لحضراتكم أنه كان تردد كثيرا أنه يوم 6 أغسطس